لازانيا إيطالية بالطريقة الأصلية، بالصوص الأحمر مع اللحمة والصوص الأبيض، وأكيد غرقانة بالجبنة. تعالوا نحضرها سوا اليوم. رح نبتدي أول شي بتجهيز الريد صوص. بمقلاية نظيفة أو طنجرة رح نحط شوي من زيت الزيتون، ونرجع نضيف عليهم بصلتين بحجم متوسط مفرومين، وشي 6-7 حبات من الثوم. منقليهم على نار متوسطة حتى البصل يبلش يطرى ويدبل، ومن بعدين رح نضيف عليهم كيلو من اللحمة المفرومة الناعمة، تشكيلة البهارات الخاصة بهالوصفة واللي مثل العادة رح يكونوا موجودين تحت الفيديو. بنرجع بنحطهم على النار ونقلبهم كلهم سوا، وبنخليهم يطبخوا حتى اللحمة تبلش تستوي. بنخليهم على نار هادية، وبهذا الوقت بنبلش بتحضير الوايت صوص. بطنجرة تانية رح نحط اصبع زبدة صغير، ونضيف عليه 4 ملاعق كبار من الطحين. بناخذهم على النار حتى الزبدة تدوب، وبنخلطهم سوا كتير منيح. بهذه البشاميل اللي عم نحضرها كمية الزبدة أكتر من الطحين، لأنه هدفنا نحصل على بشاميل شوي رخوة مش كتير جامدة مثل ما بنعملها عادة. نرجع منضيف عليهم لتر من الحليب، ملعقة كبيرة من الملح، ونص ملعقة من جوز الطيب. على نار هادية منضل عم نحركهم حتى الصوص يتقل ويشتد. بهذا الوقت بتكون اللحمة بلشت تستوي، ورح نرجع نضيف عليها 2 كوب من صلصة البندورة أو معجون الطماطم اللي مرخيه بالمي. وعلى فكرة هذه صلصة البندورة اللي عم بستعملها هون هي اللي حضرناها سوا من فترة. منقلبهم سوا ومنخليهم ينطبخوا لمدة نص ساعة تقريبا، وبعدنا عم نحرك البشاميل حتى تتقل. شوفوا كيف الريد صوص بعده عم يغلي، بدنا ننطر عليه حتى يبلش ينشف، ما ينشف كتير بس تخف المي اللي موجودة بقلبه. وعلى فكرة بالنسبة للحمة عندكم الخيار، يا اما تستخدموا لحمة البقر او لحمة الغنم اللي انتم بتحبوها. الصوص الاحمر والصوص الابيض صاروا جاهزين، وصار فينا نبلش بتشكيل اللازانيا. بصينية خاصة للفرن رح اكتب لكم اياها تحت الفيديو، رح نحط اول شي طبقة من البشاميل، نرجع بنحط طبقة من اللازانيا شيتس. اجمالا كل البراندز صاروا بيجوا خاصين للفرن ما بدهم سلق، بس انتم تأكدوا شو مكتوب على العلبة. من بعدين رح نوزع طبقة خفيفة من اللحمة والصوص الاحمر، ونرجع نحط شوي من ورق الحبق الفريش. في ناس بيستعملوا الحبق المجفف المطحون او الاوريجانو، انتوا اللي بدكم اياه فيكم تحطوه. رح نرجع نعمل رشه خفيفه من جبنه البارميزان، ومن بعدين نضيف طبقه غنيه من الصوص الابيض. وركزوا على البشاميل كيف بعدها خفيفه، وهذا اللي حكيت لكم عنه باول فيديو، اذا صارت جامده كتير بطل فيها نفردها بقلب الصينيه بسهوله. ومن بعدين طبعا بدنا طبقه من الجبنه المشكله الغنيه، وبنرجع بنعيد كل الخطوات بالتفصيل مره واثنين وثلاثه حتى تخلص عنا كل كميه الصلصه. رجعنا وزعنا اللحمه والحبق والجبنه والصلصه البيضاء، ومره ثانيه جبنه، واخر شيء كمان اللازانيا. واخر اخر طبقة من فوق على طول بدها تكون وايت صوص، وبنرجع بنحط عليها كمية غنية من الجبنة. بنجيب الالومنيوم فويل او ورق القصدير، بندهنه بشوي من الزيت او بالبيكنج سبراي حتى الجبنة ما تلزق عليه خلال الخبز، وبنغطي الصينية فيه كتير منيح، وبنفوتها على الفرن شغال من تحت على درجة حرارة 180، وبتاخد ساعة بالفرن. وبنرجع منشيل ورق الالومنيوم، وبنعطيها تحميصة للوجه لمدة 5 دقائق تقريبا. بنطلعها من الفرن بنخليها ترتاح شوي، تبرد شوي قبل ما نقطعها حتى ما تفرط معنا، اذا كانت كتير سخنة بتفرط. بنرجع بنقطعها وبنشيلها من الصينية بكل سهولة، وشوفوا لها المنظر ما اجمله، تناغم الالوان بين الاحمر والابيض والجبنة. اكتبوا لي بالتعليقات من منكم بحبها لهيدي الاكلة، شو الاضافات اللي ممكن تعملوها عليها. الف صحة وعافية للجميع.